قلت النهارده الاهلي مش هو السعيد فقط بالفوز على انبي والوصول لنهائي كاس مصر موسم 2022 2023، لكنه اسعد ايضا نادي مودرن فيوتشر اللي ضمن هو الاخر المشاركه في بطوله سوبر الابطال مع النادي الاهلي ونادي بيراميدز ونادي سيراميكا كليوباترا. معايا عبر الهاتف الان هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر، صديقنا العزيز. هيثم مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معايا. أنا الأسعد، تحياتي ليك كريم وفريق العمل والسادة المشاهدين، وألف ألف مبروك على البرنامج. متأخرة شوية بس متألق، وبتمنى لك التوفيق دايما يا كريم. وبعدين اسمح لي أقول لك يا هيثم، ما بقولكش كابتن هيثم عشان الناس ما تعرفش كتير إن إحنا عشرة طويلة، يعني 20 سنة 15 تقريبا. كتير 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 كتير. لا إحنا إخوات يا كريم، أنت عارف مش كتير. وألف مليون مبروك طبعا، وألف مليون مبروك منصب إداري محترم في نادي بدأ محترم وبدأ كبير هو نادي مودرن فيوتشر يا هيثم. الحمد لله الحمد لله، وان شاء الله اكون اضافه للنادي مع دكتور وليد ونعمل حاجه نكمل فيها نجاحات النادي والله المستعان ان شاء الله. ان شاء الله. طيب النهارده يبدو ان النادي الاهلي دايما وش الخير عليك، سواء كنت بتعمل في النادي الاهلي او خارج النادي الاهلي. الاهلي يفوز على انبي ومودرن فيوتشر يسعد ايضا بفوزه النهارده بالوصول لبطوله سوبر الابطال. الحمد لله طبعا احنا كنا متابعين الماتش، وان شاء الله طبعا كل الفرق كلها مبسوطه والناس كلها مبسوطه ان شاء الله، بنعمل حاجه محترمه في البطوله. النادي الاهلي نادي كبير طبعا، وسيراميكا احنا طبعا هنلعب بيراميدز والاهلي هيلعب سيراميكا، فبيراميدز فرقه محترمه جدا، ماتش مش سهل، ولكن انا واثق في الرجاله ان شاء الله يعملوا كل اللي يقدروا عليه وهو جاهز ان شاء الله. عظيم جدا. الفتره الماضيه مودرن فيوتشر في الدوري بادئ بدايه رائعه جدا بالفوز في اول مباراتين، يتأهل أيضا لدور المجموعات في الكونفدرالية الأفريقية في وقت كان هناك شكوك حول استمرارية فيوتشر في الأداء المميز مع رحيل عدد من اللاعبين المميزين عن الفريق. الحقيقة احنا لما جينا الدكتور وليد كان واضح معايا فكرة ان انت إدارة جديدة ومديرين جداد، الموضوع بياخد هزة شوية كريم، انت فاهم الموضوع مش سهل. صح. فنجحنا الحقيقه ان احنا كنا نطمن كل الناس ان احنا مش جايين عشان حد يمشي، ولا بالعكس احنا جايين نكمل الناس اللي كانت بتشتغل ونجاحاتها، وحققنا انا والكابتن علاء والدكتور وليد والناس اللي موجوده كلها الاستقرار دوت، واللعيبه ده واصل للعيبه والجهاز. والحقيقه انا عايز اقول لك على حاجه يعني من خلالك عايز اشكر عليها الدكتور وليد، فعلا ان اول قعده قعدنا واتكلمنا انا وهو كان عندنا اتفاق واحد ان الاستقرار المادي بينجح اي منظومه كريمه. صحيح صحيح. اللعيبه لما احنا جينا الدكتور كان محضر 25%، كنا متفقين يوم واحد في الشهر اللعيبه تاخد راتبها، طلعنا من ماتش الكونفدراليه بالليل يوم واحد اللعيبه خدت الراتب والمنظومه كلها خدت الراتب بتاعتها، فاحنا ماشيين كويس في الناحيه الماديه. بيجي بقى التعامل النفسي، بيجي ان احنا نلم اوضه اللبس، بيجي كل حاجه. ما بقولكش ان هي المدينه الفاضله، بالتاكيد هيبقى فيها اخطاء. صحيح. ولكن الحقيقه السيستم اللي محطوط ان شاء الله يساعد على النجاح، وانا متفائل جدا باللي جاي يا كريم ان شاء الله. طيب الموسمين اللي فاتوا كان فيوتشر بياخد خطوه خطوه في صراع المربع الذهبي. هيثم انا عارف ان انت راجل عندك طموحات دائما، متى نرى فيوتشر او مودرن فيوتشر بمسماه الجديد ينافس على لقب الدوري الممتاز؟ بص الموضوع مش سهل، يعني الموضوع مش فكره ماتش ولا اثنين ولا ثلاثه، احنا بنشوف فرق بتاخد بونص كتيره جدا في الدور الاولاني وتلاقي الدور الثاني حاجه ثانيه، عشان كده دايما يقول لك البطل هي في الاستمراريه، وان انت تحط الويننج منتاليتي عند اللعيبه والمنظومه كلها، وده اللي احنا بنبني فيه. ان احنا اوكي احنا منظومه ناجحه وكل حاجه، لكن عايزين ناخد نيكست ستيب بقى ان انت شخصيه البطل، ودي بتاخد وقت عشان انت فاهم الموضوع مش سهل. صح. يعني بياخد استقرار مادي وفني، وانت قلت في لعيبه مش كانت مؤثره جدا، ومع ذلك اللعيبه اللي موجوده الحقيقه قايمه بدورها وكل بيجتهد. عايز اقول لك ان من الحاجات اللي فعلا فارقه معايا جدا ومع كل اللي موجودين النفسيات اللي في المنظومه كريم هايله. صح. الكل ما اعرفش ده واضح للناس ولا لا، بس الكل على قلب بعض، والكل فعلا ما فيش مشاكل، الدنيا هاديه. اكيد بيحصل انت فاهم ان كل منظومه فيها طبعا. لكن بنسبه كبيره احنا مرتاحين في الحته دي. صحيح. هيتبقى ان احنا بقى نقوي الحتت الضعيفه اللي عندنا، كل فرقه فيها نواقص، الكلام ده كله لسه عندنا شهر واحد ولسه الصيف جاي، فهناخدها خطوه خطوه كريم. واكيد انت شغال من دلوقتي، انا عارف انت ما بتزهقش، يعني من دلوقتي بتدور على لعيبه وتلاقيك قاعد بتتفاوض مع لعيبه من ساعتين، وهتفاوض مع لعيبه بكره تاني، وبتشتغل طول الوقت. انا عارف انت عارفني لسه داخل البيت حالا والله. ربنا معاك ربنا معاك. طب هيثم انت عندك كمان قصة تانية بجانب المفاوضات على ضم لاعبين مميزين يكملوا كمان القوام بتاع الفريق، انت عندك دايما نجوم في الفريق مطلوبين في الماركت، مطلوبين في السوق، اسماء كتيرة بتتردد، احمد رفعت، ناصر ماهر، عمر كمال عبد الواحد، اللعيبة دي بتشتغل عليهم انك تبكي عليهم، ولا في منهم ممكن يرحل عن الفريق؟ بص احنا اول حاجة لما اتكلمنا فيها انا والدكتور وليد
واللعيبه بدات تجي لي تقريبا اول 5 6 ايام وناس كانت بتتكلم كانت كلمه واحده مفيش حد ماشي دلوقتي. احنا بنحافظ على القوام الرئيسي للفرقه تمام، ومش انا مش عايز اجي اهز الفرقه وبيع ده وبيع انت فاهمني صعب هتبقى صعبه جدا طبعا تمام. انت عايز تقوي الفرقه ولكن وسط كل ده وانت شغال برضه مش هنقف مع طموحات حد. لو في حد جاله حاجه تليه باسم النادي وباسم اللاعب ما اعتقدش الدكتور وليد هيرفض ولا انا هرفض ولا بالعكس، وهيبقى عندنا بلان للتعويض ده هي. بس انا ما ينفعش اجي اول يوم وابيع وانا لسه مش عامل البلان بتاعك. بس طيب احمد رفعت وناصر ماهر خلاص انت مخلصين معاهم يكملوا مع الفريق عشان سمعنا المصري والزمالك والكلام ده، هم مكملين مع الفريق ولا مش مكملين مع الفريق؟ كريم انت بتكلمني في شهر 10 احمد ماهر واحمد ماهر احمد رفعت وناصر ماهر من اللعيبه المهمه جدا بالنسبه لنا، وزي ما انت شايف مؤثرين في كل مباراه طبعا، واحنا قافلين على نفسنا مش حاجه للبيع دلوقتي، احنا في شهر 10 الموضوع مش مطروح. انت عندك بطولات دلوقتي داخل فيها كريم. انا 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 بس يا هيثم عشان اوضح لك، انا فاهم كويس ان احنا مش هنبيع من دلوقتي، يعني انت مش هتقدر تشتغل. عايز توديني فين يا كريم؟ لا 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 خالص ده بالعكس، ده انا عايز ليك انت. انت دلوقتي مش هتبيع من دلوقتي، بس اكيد انت من دلوقتي بتحاول تقنع اللاعبين دول تجديد عقودهم يفضلوا مع الفريق، انت كمان بتشتغل من ناحيتك انت جوه النادي معاهم. هل الامور بتاعتهم معلقه ولا الامور محسومه؟ بالتاكيد في كواليس كتيره جدا لسه بشوف العود. انا لسه خلي بالك كريم انت بتتكلم على شهر صح، فانا كان عندي اول حاجه ان المنظومه تعدي الترانزيشن بتاع ان فكره ان اداره جديده ومديرين جداد ان انا اهدي منظومه واحافظ عليها. بعد كده بتبدا تتوغل في الكوره وفي الجهاز في القطاع الناشئين والفريق الاول والعود، وده احنا بدانا فيه فعلا. لكن خليني اقول لك بصراحه، انت بادئ الدوري كويس جدا، داخل دوري المجموعات، عندك السوبر المصري، فبالطبع لازم الرساله اللي توصل للعيبه احنا مركزين في كل ده. مفيش كلام على تعاقدات ولا في كلام على بيع دلوقتي ولا اي حاجه، قدامنا لسه وقت. فانتوا شغالين على هذا الامر. في نقطه كمان اخيره هيثم، هستغل وجودك معايا واسالك بشكل عام بطبيعه عملك انت سواء مع فيوتشر او مع اسوان او قبليهم النادي الاهلي. دايما في النادي الاستثماري بسمع الكلمه اللي انت قلتها لي من شويه، اللي هو احنا عايزين نبقي على قوام الفريق، ما نبيعش لاعبين. ودايما ببقى متخيل ان النادي الاستثماري ده قايم على ايه؟ قايم على بيع لاعبين وضم لاعبين اخرين، لاعبين صغيرين فيبدا يستثمر فيهم تاني. ما هو ما يمنع انه فيوتشر يبدا يبيع لاعبين ويشتري لاعبين اخرين؟ انت عارف كريم من اولى القرارات اللي الدكتور ليه ساعدني عليها ان انا بنيت سكاوتنج تيم عشان الحته اللي انت بتتكلم عنها ده. فريق كشافين عشان الناس تبقى فاهمه ان انتوا تقعدوا تدوروا على لاعبين يعني. بالظبط. لا ده هم اشتغلوا من اول يوم انا دخلت فيه كانوا معايا، ده اول قرار خدته حتى ما كانش معلن. والتيم جه واشتغل، طارق وشريف واحمد وفي ناس معروفه منهم انت تعرف بعضهم اعتقد كمان. ممتاز. يعني ممتاز. تمام. ليه بقى؟ عشان اللي انت بتتكلم عنه ده، انت في الاخر الكوره بقت بزنس، كل عارفك الناس عارفين الكلام ده، فبالتالي انت هيجي لك وقت بعد ما تهدي المنظومه ويبقى في سيستم معين ان انت يبقى عندك بلان بي وسي، وان انت لازم تكون جايب لعيبه نوعيات معينه عشان تتباع بعد كده، وعارف المراكز اللي ممكن تطلع اللعيبه اللي ممكن تطلع. طب هي مراكزها ايه؟ انت تكون محضر لها. هو الكوبري ده كريم اللي احنا هنوصل له في وقت ما. ممتاز. ان انت هيجي وقت هتبيع بس تكون عندك البديل اللي انت كمان هتحضره ده في يوم من الايام. ممتاز جدا. الصديق العزيز هيثم عرابي رئيس تنفيذي النادي مودرن فيوتشر، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله، من الشخصيات الناجحه جدا وفي اي مكان له بصمه واضحه جدا. وبهنيه كمان على صعود مودرن فيوتشر النهارده بفوز الاهلي على انبي، صعود مودرن فيوتشر الى بطوله سوبر الابطال والمشاركه فيها مع سيراميكا كليوباترا وبيراميدز والنادي الاهلي.